هذا كان رأيي والقرار قراركم. إذا حد سألني شنو أكبر مسببات السمنة عند الأطفال، بقول لهم انفصال الأطفال عن عملية تحضير وطبخ الأكل. إذا حد سألني شنو أكبر مسببات السمنة عند الأطفال، بقول لهم انفصال الأطفال عن عملية تحضير وطبخ الأكل. إن إحنا بيدنا أبعدنا الأطفال عن التحضير، أبعدناهم عن الطبخ، أبعدناهم عن الزراعة. لدرجة إن لما أحاضر الأطفال وأسألهم من وين حصل بعض الأكلات المعينة، يقولون لي من العلبة أو من الثلاجة. أغلب الأكل اللي يأكلونه صار يجيهم من علب وأكياس، أو حتى إذا أكل مصنوع في المنزل ما يكون الطفل عادة مشارك في إعداده. فخل نرجع للأطفال هذه الصلة بالأكل وبمصادر الأكل، لأن أول ما تقوى علاقتهم بالأكل اللي يأكلونه يسهل عليهم وعليكم الأكل بوعي وتفادي الأكل المضر. فالخطوة الأولى أشركي الطفل في قرارات شراء الأكل، يعني خليه يروح معاك يشتري أكل من السوبر ماركت أو من المزرعة. والخطوة الثانية أشركي الطفل في المطبخ. أكيد ما حد يحب العفزة تزيد في المطبخ، لكن وجود طفلك في المطبخ بيقوي علاقته بالأكل عشان يفهم أكثر هو إيش قاعد يأكل وشنو حط فيه. والخطوة الثالثة خليه يبحث بروحه عن أطباق صحية على الإنترنت إذا عمره مناسب وسووهم مع بعض، أو حتى حدد يوم في الأسبوع يكون من مسؤوليته يطبخ ويخترع لجميع أفراد العائلة. الأكل الصحي والوزن المثالي عادات ونمط حياة ما تطلع بين يوم وليلة. هذا كان رأيي والقرار قراركم.